شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدموا لكم آخر الدراسات الطبية والعلمية، وباش نرجعوا بكم للدراسة اللي كانت قامت بها المعهد الوطني للصحة بالتعاون مع الجمعية التونسية لطب الإدمان بإعداد دراسة ميدانية شملت 6300 تلميذ وتلميذة، وكشفت تحول نسبة الإدمان لدى التلامذة اللي تراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة هذا وأكثر. كل مرة ناخذوا رقم من وين أظهرت الدراسة أنه إفت الإدمان في تزايد من دراسة إلى أخرى، وين تطور الإدمان على الكحول من 6.3% إلى 8%، والقنب الهندي أي الزطلة من 1.5% سنة 2013 إلى 6.9% سنة 2021. وفيما يتعلق بالأدوية المؤثرة عقليا التي تسند دون وصفة طبية مرت من 2.1% في سنة 2013 إلى 3% في سنة 2017 إلى 8.3% في سنة 2021، أي تقريبا انتقلت إلى الضعف، مع العلم أنه في استهلاك هذه المواد تفوقت شريحة البنات على الوليد ليمثلوا مرة ونصف تقريبا بنسبة 9.6%. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.